الحاجة أم محمد قصة من بين آلاف القصص التي رأت النور واستطعنا أن نوثق هذه الحالة. لم يشفع لها عمرها الذي تجاوز 60 عاما أن يكون لها شفيعا من معتقل قوات النظام. روت لنا الحاجة أم محمد عن مئات المعتقلات وما يعانينه في سجون النظام، حالات من المرض وحالات من العنف وحالات من السجن القسري وأيضا السجن الانفرادي. كل تلك الحالات لم تتسنى لنا معرفتها ومقابلتها إلا من خلال الحاجة أم محمد. آلة القمع التي تعتمدها قوات النظام لا تفرق بين طفل وبين رجل وبين كبير وصغير. مئات النساء المعتقلات في سجون النظام لا نعرف حالتهن إلا من خلال معتقلات خرجنا ورووا لنا قصصهن. ننتظر أن يتم الإفراج عنهن ونوجه رسالة للمنظمات، المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات العالمية من أجل الدخول إلى هذه السجون، سجون النظام، من أجل معرفة حالات النساء وما يجري بهن. هذه حالة وثقت أمامنا ولا ندري عن آلاف القصص التي هي داخل السجون ماذا حل بها. خالي أم محمد، احكي لنا عن طريقة اعتقالك، شلون تم اعتقالك من قبل قوات النظام؟ أنا كنت طالع الشيخ مقصود هون المعبر، كمشوني هون، جابوني شو اسمه هذه أمن الدولة، جابوني هونيك، صاروا دخلت هونيك في 50 مرة. موجودة معكم بالسجن؟ إيه موجودين معنا، وعافوني شيء 15 يوم، بعدين بلاش حققوا معي. أول شيء 15 يوم ما كان ما حققوا معي، إيه بعدين صار تحقيق، ياخذوني حققوا معي، يكلبجوني ويطمشوني وياخذوني يحققوا معي عشان اولادي احمد مع اولادي، مين مسلح مين ما مسلح، وقعدوا يسبوني مسبات وضرب، ونجيب اولادك، واحمد يعيط له عليه، ويسالوني على اولاد اخوي مين مسلح مين ما مسلح، ويضربوني يرجعوني، بعد كمان كم من هاي يرجعوا يجيبوني كمان نفس القصه يحققوا معي، يرجعوا يقولوا لي انت ما بعرف شو كاتبين، كان فيني تقرير ما بعرف، بديع حاج حسن تكو محمد ابني ما له خبر شيء طاول، يسالوني على اولادي ما يصدقوني، يمسكوني يضربوني والله دموت بين ايدين يا خي والله. بعدين طلعوا هالنسوه منه، ضليت انا يعني كم وحده من ورا يعني ضليت معن. بعدين بعد هالثلاث شهور صاحوا علي في الليل اخذوني على المفرده، هي بعد ما قتلوني 6 مرات ضربوني، اخذوني على المفرده، ولا في نسوان هنيك ما حطوني مع هي اللي شو اسمها مدير عزه، ولا هالمره يا حرام مرضاني مع العلب صاير، وكل تا من هون لهون حب حبه، ورجعوا طالعونا بعد 15 يوم، رجعوا حطونا في هاي الغرفه الكبيره. كم مره موجودين انتم بالغرفه؟ انا ضلينا هلا 4. قبل الوقت اللي دخلتي انت كيف؟ 50 مرة. والله ما نحسن مرملين اجرينا هيك، كل الروس عند اجري، واهانه وضرب ومسبات، وينزلوا فيني وفي ابوي وفي خال عسل، ومين عمل الكيماوي ومين ما بعرف ايش، وايش بدي احكي لك؟ كلام بشع كثير حكوا معي ومع غيري. والنسوان اللي موجودين معك بالغرفة بالسجن، ايه؟ شو كانت أوضاعهم الصحية؟ جايين يقبضوا أنسات والله، ويجيبوا من الجامعات بنات، ويجيبوا من اسمه جايين طلعوا جوازات سفر، كلهم يجيبون ويضربون، وأكل ما يدخلونا للساعة 5، صرنا نصوم ما يدخلونا أكل غير رز، وما يعاملونا أبشع معاملة، ما يعاملونا إلا وليك. خالي انت شد عمرك؟ انا عمري 63. 63 سنة. النساء اللي كانوا موجودات بالمعتقل معك بالسجن شو اعمارهم تقريبا؟ هاي اللي دارت عزه معي 45، والثانيه 42، وفي وحده عمرها 14 سنة، هسه لها شهرين متجوزه، هي ساكنه هون في زربه. ايه وانا يقول لي المحقق اذا الخملة اذا كبيره ما تضربك تضل اضربك، اذا بجيبوك اذا حدا ضل اعتلك. بايش كانوا يضربوكم؟ بايديهم؟ ما بعرف، هيدي انا ما قطص، هيدي اسمها جلده هيك عاملينها هيك ويضربونا فيها بلاستيك. والله العظيم والله هلا عم بين في اجري يا خيو والله.
هلا عم بين. اخر مره دخلت صفرنت معه صفرنت والله العظيم ايه صفرنت وصرت اعمل هيك اعمل هيك بدي اطلع روحي. قام واحد منهم مسك البوط ولبطني على المنطو دركني عمي لك والله هيك بجيب السيره والله العظيم هيك بندر برجف. طيب شلون ما صدقت اطلع اقول هلا بدي اموت. ست مرات اربع مرات ضربني ومرتين تحقيق. ما يحترموا سنك انت ما يحترم. علي 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 حسبي عمرك كبير ما ضربك ضربك وضل لو بجيبك زحف ضل اعتلك والله لعيفك هون التخي لعيفك هون سنه تاخد خيف سجن. اصلي وادعي ربي اصلي وادعي ربي والله. طيب اثناء انت وجودك بالسجن قبل ما تطلعي في كانوا ياخذوا نساء على التحقيق ياخذوا لك ايه. طيب يرجعوا لعندكم النساء بعد ما يحققوا معهم يرجعوا ايه شو يحكوا لكم اثناء التحقيق شو صار معهم بالتحقيق عشان التليفونات اذا وحده جايه يعني من سنتين ثلاثه رقم تركي بدها تعرف هالرقم بده يكون نسيان المره بده يحققوا معه يحققوا معه يبهدلوها يعطلوها كمان وما تعرف روحي تذكري روحي تذكري بعدين بنجيبك في الغرفه. النسوان كلها عدد عن الراتب يقولوا بس نطلع ما بعينا نريد راتب لا بعينا نجي نقبض والله. طيب في منهم طلعوا بعد المنه اثناء وجودك في منهم طلعوا ايه هيك طلعوا. طيب هلا خالي احكي لنا شلون تم الافراج عنك يعني بعد ما حققوا معك طلعوك لحالك الا نحن سمعنا انه صار في عمليه تبادل بينك وبين حدا. ايه اخذوني في الليل صاحوا علي هي بعد ثلاث اشهر بس ما حسيت لا صاحوا علي العشاء قالوا بدي احكي حسن ضبي غرادك اطلعي قلت وين الدنيا اخذوني ولا اخذوني عم فريده. دخلت فيها مره هي اللي عم بقول لك من دارة عزي عمرها 45 سنه دخلت وفي تنتين كانوا معها طلعوني قبل ما ياخذوني حطوه من فريد الاخ يعني سلمت عليها دخلت قالت لي انت حطوكي معي تبادل تاري هم بيعرفوا هيك مع جوزها مطالعينها فوق هيك مع العميد النشان يحولها تبادل اثنين تبادل اثنين. نعم. وجوزها يا حرام ما لا هو في جيش الحر ولا في غير ابن اخوه. قالت انت جابوكي ولا عرفت قالت انت جابوكي عشان تبادل نحن معنا عشان ما اقول في الغرفه رفقاتي علن يعني انا تبادل عشان ما اعرف شيء حطوني معهم. يعني اليوم وبكره اليوم وبكره وما انا ما نعرف شيء جوا شو في في المفرده يفتحوا علينا ساعه 8 ياخذونا على الحمام. اقول يا ربي رجعوني على الغرفه انا مره كبيره تعرف يعني والله ما اكل لقمتين. يفتحوا علينا يلا وقفوا لك على جنب يلا وقفوا لك على جنب يلا عجلوا. هالنسوان اللي دوك في المفرده شعرين كيبس عبيهر عاد ما هو ملبد ما حمام متحممين طاول خمسة أشهر ما ولا طاول ايه في المفردة دشرونا انا وياهم شيء هيك 10 ايام رجعوا جابونا فضوا الغرفة فيها كم مرة رجعوا جابونا على الغرفة متبادل يعني عشان نتحمم وصاروا يطلعونا نهار ايه نهار لا هيك فسحة هيك تدخلها شمس صاروا يمشونا شوي فيها نهار ايه نهار لا يعني ايه وعم نستنى فرج الله انا وياهن ما حسيت الا نهار صاحوا علي الساعة 12 ونص بدي احكي حسن طبي غرادك واطلعي طلعت هيك وين الدنيا ياخذوني يا ربي وين الدنيا ياخذوني عملوا لي ايدي هيك في نايلو وقلبجو عملوا لي عودتي وحطوني في سيرفيس مليانه عناصر وواحد مسلح هيك ركب جنبي وجابوني يا خيو قالوا لي طبي هيك طبيت على الكرسي والله العظيم هون طلعت لي فجوني بعد ما شالتني السيرفيس طبتني ما اعرف وين كل زمان يعمل لي هيك وانت بالسياره عم تضربك ايه ايه والله والله العظيم هون طلعت لي فجوني والله وانا وكل زمان يعمل لي هيك ما اشوف غير عم تجري واخذوني معقول يا ربي ضرب الادعيه وين ما عرفاني شيء طاول. نعم والسيرفيس شيني وطبني بعدين طلعنا من 12 قدمنا الظهر في حلب طلعنا ما اعرف وين حالي انا كلها جاده بشعه كروبه هيك وما اعرف وين اخذيني هون حطوا لي الهويه فتك في الحكي حطوا لي الهويه وراتب جوزي بس في معي 30,000 ما اعطوني هي وفي شنطاي لي شنطاي كويسه قلت له هاي المحقق بشنطايتي قال لي بعدين روحي هلا بعدين اخذوا لي هن ايه حطوا لي بجيب منطيتي وما اشوف هسه بس ما شو اقول يا ربي وين اخذيني انا ما اعرف حالي وين في نص طريق وقفوا شربوا شاي وانا عامله هيك بسجر عامل راسي ما بسجر ببهدلني بعدين وصلنا هون عند شو اسمه عند التبادل شو اسمه هون ايش بقول عليه عند الحاجز مش التبادل ايه وصلنا هون ولا فتح الباب السيرفيس انا ماني شايفه ولا قال له رايحه فكلها ايديا
واحد حكى من تحت يعني. نعم. فكلها رايحه من ايديا عم ريح عم قطعوا هون قطعوا. قمت انا هون انت مثل ابني حصلت كثير يعني. هون وقف السبيس قلت له سيدي هيك مثل ابني عبد الله سيدي انا يعني ما بعيد اقدر وادعي ربي ما ادعي ربي واصلي على النبي واعرفه يطيح يا ربي دخيلك ما يرجعوني على هالغرفه يا ربي بقى يجي حدا تبادل ولا هون قلت له هيك ما بعيد اقدر عم نزل قال له اسمه الهلال الاحمر قال له هيك قال له نزله هون قال له سقي المي كمان ما سقاني مي نزلوني واخذوني هيك مطمشه وامشي هيك كلها كرم هيك وحجار ما بعرف قام هالزلمه قال له لك شو اللي عن وجهه بقى عادي صار شو اللي عن وجهه عادي قام عمي عن وجهي شابي هيك ولا قال لي هو الزلمه قال لي حجي اعمل لي شنطتي تمشي اخذوني تحت الدرج هيك جوا ولا هيك كرم كله هون مطرح الهلال الاحمر كله كرم دخلت جوا تحت الدرج رجع اخذني لحد السيرفيس رجع طمشني هون وقفت السيرفيس عم نستنى تبادل يعني نعم عم تستنوا انه لحتى ثاني ايه؟ يجيبوا الاسير العسكري ايه عشان يبدلوه ايه وقفنا هون بجوا ساعه بعدين ما حسيت الا قالوا سكروا السيرفيس هيك انا عم بسمع الصوت كاني جابوا هاي العسكري ايه بعدين ولا ما حسيت الا هو هاد جنبي قومني قال لي قومي بقى قومي شد هيك من ايدي قومني ولسه بدي انزل من السيرفيس عملي هي هون لبسوني كمان هيدي هيك صدريه نعم هي الاحمر قال لي قومي قلت الحمد لله فرجت هوني قال لي قومي ما حسيت الا واحد من تحت هون شفت يعني عملي عن وجهي ولا واحد طويل ما شاء الله هيك من هي الاحمر انا شفته يا اخي صرت ابكي بعدين شفته ولادي مسكني هيك سلقاني قال لي امي قال له يا مؤر الله يحميك ونزلني هيك قال لك ما بعرف كل ما نزلني هيك بعدين شفت ولادي نزلني هيك قال لي اهلين في امي اهلين في الحجه نزلني افكر بدي اموت هون يا ربي اطلع اموت عند ولادي يا ربي ما اموت هون وين بدي يشلفوني جابوني هون بعدين ركبوني في لسه ما شفت المحامي ركبني واحد من ايش اسمه من هون من الريف الغربي ايه من احد القرى ايه وين كراد ايش انه عفرين واحد كمان والله الله يحميه له ركبوني في سيارته وواحد لخ وجابوني هيك شوي اخذوني ولا هون في المحامي في واحد لخ بعرفه عبد الله قال لي محامي عم بستناك يا عبد الله هون عم بستناك الاولاد في هيدي سيارة عزه هون فرحت كثير قال لي انت امي بتسمحي لي ابوسك على راسك وهي المحامي ايه والله بعدين جابوني وتم تبادلي ايه تم ايه الحمد لله سلامتك الله يسلمك الله يسلمك ايه هي كثير بشعه والله العظيم عم بفكر كل ما بصلي بدعي لهالنسوان يطلعوا والله انا في الغرفه ولا دخلوا كرديه الشيخ معصود جايت اولاد قال هي بدخلوا يعني الحالات الانسانيه يعني بس دخلت المراه ولدت الجمعه السبت الاحد طلعت هي بنت خالته على المعبر ولا كما شو هنيك عطوا الولد البنت خالته ومع دواء وجابوه عنا هنيك على الفرع ضلت شهر يا حرام قلنا بدي دواء ما يعطوه وساوي عمليه يعني بدي دواء ما يعطوه صارت تحلب الحليب تكبه في التواليت وتاكل خبز والله ما يدخلونا اكل للساعه 5 تاكل خبزه وضعوني وتبكي شوفي انه ابني عم ترضعه جوعان تم الشهر قبل ما اجي من هالين ثلاثه لطالعوها يحققوا معه عشان جوزه وجوزك مسلح لا لا وشان تليفونه وشان والله العظيم كلتنا زعلنا عليه تقول ادعوا لي والله انت امنن الهي والله لا يوفقن شكرت الله ان شاء الله بيدعوا اكثر مننا الهي ما بيدعوا مثلي ومثل هيك ان شاء الله بيدعوا اكثر ان شاء الله الهي بنشل وبعده وبيشتوى على الموت الهي